السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلال شاب جزائري من أب جزائري وأم روسية، فضل الاستثمار في الجزائر على العيش بأوروبا والتمتع بجمالها. بلال من أب جزائري وأم روسية، استقر في أرض أجداده بولاية الأغواط لإنشاء مشروع فلاحي، حيث أنشأ مشتلة تنتج أكثر من 100,000 شجيرة فستق سنويا، وزرع أكثر من 30 هكتارا من الأشجار المثمرة. زيادة على ذلك، أصبحت مزرعته مختبرا للتجارب الزراعية. فستق حلبي وفستق أطلسي، حاليا عندنا 40 هكتار، منهم 30 هكتار سي بلونطاسيو دو بيستاشي، سي بلوس دو 7500 بلون دو بيستاشي. عندنا في المشتلة عندنا الجرو بوكس، هذا هو شامبر دو غراديسمون دي بلونت، سافيدير فيها كليما سبيسيفيك، فيها لوميديتي سبيسيفيك، التمبيراتور والضو سبيسيفيك. استطاع بلال في ظرف وجيز أن يستصلح أرضا صحراوية قاحلة أصبحت جنة فوق الأرض. حاليا رانا باريكزومبل هنايا في البوت بلاستيكية ملتي شابيل 2500 متر كاري، رانا نخدموا لي طومات سوريس أورسول زريع روسيا، سافدير خدمنا عام اللي فات وسافدير عجبنا مام التسويق في اللغوات ورانا نكملنا في هذا المجال وزيد كبرنا. في هذا عام ثاني درنا تجربة تاع البطيخ وتاع الدلاع زريع روسيا وتركيا. رانا نعصروا في الويل دوليف اكسترا فير 0.2% داسيديتي، راهو تكلاسا البريمير في الولايات لاغوا 2023-2024. رانا نصدروا فيه في البلدان خليج والروس، عندنا لا كوموند في لاسويس وفي لونجلتر. على الرغم من إمكانية العيش في أوروبا، إلا أن بلال قرر أن يعود إلى أرض أجداده ليكون نموذجا ناجحا في أعمال الزراعة بنكهة روسية. إذا كما لاحظتم في هذا الفيديو، هذا الشاب استطاع أن يستثمر في ولاية الأغواط وينتج ما تحتاجه السوق الوطنية من شجيرات الفستق أو البيستاش والتصدير إلى الدول الأوروبية. إذا يا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة الفلاحية، أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.